سفر بيني صحتك. عمي حقي نطر ناسني ليطلع وهلا طلع اكتاف. انا شو عملت له؟ قل لي شو عملت. اي لا توقف عندك الهلقات، لا تكبرها لا تكبرها. عم تحكي عن جد؟ هاد عمك، شو بدك تعصي يعني؟ ما فيني اعصيه، مشان هيك رح اضيع عم بشرى. الزلمه صار له سنين بالسجن وهلا طلع وبده يعمل له كم اجراء، عم بيقول انه انا موجود، فهمت؟ هاد كل همه. دخيل اجراءاته هلا. سعنا نستانه على كل شيء. تحمل شوي، خلي الوقت يمضي، اعطيه مجال. اصلا شكله ما انه مطول، بكره بيحل عنكم. انت هيك مفكر، مخه مثل الكمبيوتر، عقله عقل شيطان. شو دخل هي بهي؟ يكون اكبر شيطان بالدنيا، بعمرك شفت شيطان قاعد عم بيدير مصنع؟ يلا قوم، خلينا نتمشى شوي. رجلي ما عاد يحملوني جيمو، انا اكتفيت. انا ما اكتفيت. لوين بدنا نروح يا معلم؟ الحساب. جيمو طلع بكير من المصنع وما عم لاقيه، تليفونه مسكر. معناتها اخذ على خاطره. ليش لحتى ياخذ على خاطره؟ ما انا عمه. هذا شاب حقي، قلبه لساته طري، لمبارح كان لساته على راس المصنع، ما كان لازم الطب فوقه مثل القضاء المستعجل. الأصول تاخده بالحكي. ليك يا اختي، أنا ما عندي مشكلة مع جيمو نهائيا، وما بدي يصير هيك شيء أبدا. هو روحي وأماني برقبتي كمان، بس أنا كنت عم بستنى منه شيء تاني، يحترمني شوي. ليش؟ بشو قل الاحترامه معك؟ استقبلني بالمصنع كأني ضيف، استنيته ليقوم ويقعدني محله. لو هالشي طلع منه هو، كنت بسته من شبينه. مو هي هي عوايدنا؟ مزبوط، هو اللي غلط، بس مزعلته وتركه هيك على جنب ما بتحل اي شيء ابدا. ما انا عم دور عليه لحتى احكي معه، عن جد اخذ موقف. ليكي كيف حرد وراه. المهم اختي، انا هلا رايح على البيت، عندي فئه بكير. خير؟ عندك شغل؟ هيك شيء. مرحبا. اهلين. مرحبا. تفضلوا لجوا. مرحبا. اهلين اغا، تفضلوا. مرحبا. اهلا. تفضل اغا، في محل على الطاولة. شكرا. هاي هي التسلاية تبعك؟ ايه هاي هي. يا جيمو، هاي شغلة عاطلة. روح جيب لي فيشة. عراسي اغا. طلب لحالك مشروب.
مرحبا يا رجال. إذا بتأمر بشي تاني أنا جاهز. ماما أخذ هاي معي؟ حاجة بقى بنتي، أخذت كتير أغراض كلنا بعدهم يومين. رح أخذ طابة السلة. طلع فيني؟ عم بمزح. اتضرب بشكلك. قلت له لسيد بس نتجوز منروح اسطنبول مشوار. هاد اسمه شهر العسل. شهر شو ما بعرف. شو فيدا؟ مشان ما تخلطي بيناتهم، الشهور بتنقسم لثلاثة، شهر شمسي وشهر قمري وشهر العسل. عم تقفل علي يا ولد، أنا بورجي. تعال هون شوف. تعال. خلاص. طالعين وش الصبح ولسه ما حضرنا شيء. إيدال رح تصيري عروس بنتي، حاجتك بقى. انتو ما رح تزوقوا على حالكم هيك. هي شو عم تعملوا؟ ماما زينو، كنا عم نطب الشنط، بعدين مدري شو اللي صار معنا. والله كله من هالجدبان. صفروا منكم لبعض. والله تعبناك معنا، كان مهند وصلنا على المطار. معقول حدا يوصلكم غيري وأنا موجود؟ أنتوا روحوا ورجعوا بالسلامة. شكرا. لا تنسي تساوي لها كل شي بيلزمها لأمك، وعيك تستحي. إذا احتجتي أي شي بكفي تحكي تليفون، إذا لزم بروح أنا شخصيا. شكرا كتير حقي، عن جد شكرا. هلا صار فيكم تنبسطوا باسطنبول. لنشوف اذا التيتا منيحه. ان شاء الله ان شاء الله. فريق افس بيلسان جاي على انقره، اذا امك سمحت لك بنروح مع بعض. اسمحي لي ماما. ليش لا حبيبي، يلا بخاطرك حقي. فوت معكم؟ لا ما في داعي، شكرا. يلا يا ولاد. يلا ابني، مع السلامه. خاطرك امكم بامانتكم. ها توصلوا بالسلامة، سلمي لي على الوالدة. الله يسلمك. يا الله، والله زلمة كتير منيح، ولا كأنه قاتل حدا. كيف قدر يموت زلمة؟ حاجة تحكوا أحاديث بلا طعم. مبسوطة ماما؟ ايه حبيبتي، وانا مبسوطة كمان. سخن لك خبز كمان؟ ما بدي، بكفي. ايه صباح الخير. اهلين ماما زينو. خير جيمو، انت بعمرك ما نمت للظهر. مزعوج شوي. مبين. بدك تروح على المصنع شي؟ ما بعرف، بجوز روح. اذا رحت احسن، عمك بده يحكي كلمتين معك. عمي حكى معي اللي حكاه وساوى اللي ساواه. جيمو هو كبير العيلة، الكبار ما بيعرفوا غير يضربوا. معك حق، لازم يعرفوا يحبوا كمان. سواني مسخر بعيون كل الناس. Ley. Hakkı adı sinin tavili. Uzun zaman içeride yatanlar dışarı çık. Bitle bako. Bidün vakit. Akid müştak la ailetu. Bes akid huve ma bi'arif kif bi'tsarraf ma'al aile. Sbur şuvay jimo. Sbur şuvay. Yani hala bdu yutalla al fark fini. Ba'den huve şu amel la yinsijin. La honu bas jimo. Arif şu am tahki. عمك حق ينحبس كل هالسنين مشان عيلته. ايه بعرف انه قتل. ومين اللي قتله؟ تتذكري اسمه؟ ما بظن، لانه كان قرايب قرايبه لرجل.
حبس كل هالوقت مشان هيك واحد؟ عم تزودها كتير شي مو. أنا قوست رجب حاله، قوست رجب ذات نفسه، شليته. رح يضل مثل الكلاب يزحف لآخر عمره. قولي وين اعتباري أنا؟ جيمو. آسف ماما زينو، أنت بتأمري، بس بهالفترة ما لازم نشوف عمي كتير. يا الله قديش اشتقت لكم. كثير اشتقت لك روحي. تيتا شوفي شو صاير لك ماما، والله خوفتين عليك كثير. ايه شو بعرفني انا؟ بتعرف العمر كل يوم بيطلع لي شيء، بس مبين عليك منيحه، صرت احسن لانكم اجيتوا. قصدك تقولي لو ما عملتي هالتمثيليه ما كنا اجينا؟ اي نعم. والله برافو ماما زينو، عرفت كيف تشخص لك مرضك من اورفا. وشو هو؟ مرض كل الأمهات. لو ما عملت هيك ما كنتوا اجيتوا. تيتا الحبوبة اشتقت لخدودك المنفخين. تقبروا قلبي، حاجتكم بقى يا ملعين، لو ما اتصلتوا تمارضت ما كنتوا اجيتوا. مراد شرفت اسطنبول. انت مجنون، طيرت لي عقلي، ما بتعرف شو صار لما شفتك. بس اعترفي، حلوة المفاجأة ما؟ كنت مثل بنت هربانة من المدرسة. كيف أمك؟ منيحة ممتازة، عم تتغنج شوي. حلو، لكان اجى دوري لحتى اتغنج انا عليكي. شو بدك؟ ما رح تتركيني وحيد بهالمدينه اكيد ما. شو وصلنا؟ ايه وصلنا. أهلا وسهلا، شرفتوا. بصحتك. أنت ملاحظ شو عم تعمل فيني؟ أي طبعا، عم حاول استولي على هالدنيا، عم حاول اسكن بروحك. لازم صير النفس اللي بتاخديه، لازم دق بقلبك مثل الساعة تماما. أنا لازم خليكي تعشقيني. الحب ما بيكفيني، كلمة الحب بتضلها كلمة مو أكتر. حب الأخ، حب الابن، حب الأم، حبي تجاهك شي تاني تماما يا أليف. تفضل تحفنا. لازم له اسم تاني، لازم لاقي له اسم تاني. راح تقلي بس تلاقيه؟ اي بقلك، وهلأ إذا بدك كمان. تفضل. أنت الحب، الحب هو أليف. ما صار معي هيك من قبل. أول مرة بحياتي بحس إنه قلبي اختفى وضاع من بين إيدي. تعرف في شيء مستحيل يصير. أنت مستحيل ما تنحب، مستحيل الوحدة ما تعشقك. تأخرنا. روح انت اذا بدك. طالعنا من هون. انا بدي ضل. ما بصير تقوم الزلمه عن الطاوله يا اخ. ما حدا قايم ولا شيء، انتهي بشغلك. انا بدي روح.
شكرا لك. صحتين وهنا. حبي إلك عم بيخوفني. هالحب كتير صعب. نص حب نص خوف. لا تحكي هيك يا أليف. إذا تراجعنا بعد سنين ما رح نكون متصالحين مع نفسنا أبدا. بتصير جملنا كلها بتبلش بيا ريت ومننقهر. تعرف شو هي الشغلة اللي أسوأ من الحب؟ إنك ما تعيش الحب، إنك تحس بالقهر لما ما بتقدر تقول هذا هو الزلمة اللي أنا بحبه. نحنا مع الأسف ما عنا القوة الكافية لنغير العالم. مين قالك ما عنا؟ لسه ما جربنا. إيدال عم تقيس بدلة العرس، طلعت بتجنن. يا ريت فيك تشوفيها. سلميلي عليها. ليك إيدال بتسلم عليك. عيونها عم تضحك الملعونة. كيف أمك؟ أمي منيحة كتير، طلعت مرضاني المرض اللي قلتي عليه. والله إذا بموت ما حدا بيصدقني. في شي بيلزمكن للعرس بما إنه نحنا جايين؟ لا بنتي، كل شي موجود، مو ناقصنا غير أنت والولاد. ليكي إذا بدكن شي حكوني ماشي؟ سلمي عليها. أمي بتسلم عليكي. وأنتي كمان سلميلي عليها. أكيد بيوصل، إن شاء الله عن قريب منشوفك. الله معك بنتي. يا قلبي انتي روحي مثل فلقة القمر بتجنني. كأني شميت ريحة جاتو. محمود لبرا بسرعة. شوفي محمود لبرا. اعطيني قطعة جاتو بطلع. هاي بتجيب النحس ابني. مين النحس؟ انا؟ انتي ما دخلك، بس طلع لبرا. يلا محمود يلا. نحس. خلص محمود، لعما شو مخك سميك؟ العروس ما بتنشاف بالبدلة قبل العرس، فهمت؟ يلا يلا قولي هالحكي لصاري سيد مو لالي. ليلى خديه على المطبخ، روحي اعطيه قطعة جاتو وسكري له تمه. يلا امرك يا خانو، تعال معي يلا. سيد جمال، السيد حقي بده يشوفك. بعدين شوفه. نعم سيد جمال. محاسب وينه؟ بمكتب السيد حقي. وأمين الصندوق؟ طالعوني الشغل الصبح. طالعوا؟ ليش؟ نحن ما بنعرف شي، هاي تعليمات السيد حقي. السيد حقي كمان بده يشوفك. ماشي فهمت. جاي عبالي بلهم عفو. أوعي كابتن فهمي غلط. ماما خاتم اللي اشتريتيه لإيدال بجنة. إن شاء الله يعجبها. يي شوفي لازم ناخد له شي لحقي. شفتي الطوق اللي هداني إياه بعيد ميلادي؟ هداك الطوق وسوى لك حفلة ووصلك على المطار. وبده ياخدني على المباراة، صار المفضل عندي، لا حدا يحكي عليه. ما حدا حكى علي اصلا. ماما انت منتبهة؟ عمو حقي ما بيوفر فرصه لتقرب منك. قديش زلمه منيح. عن جد زلمه منيح، الله يحفظه. مع انه خفنا منه كثير. شوفي هاد محل فضيات، بلكي منلاقي شيء لحقي. يلا تعوا ناكل همبرجر. اكلت ونحن فايتين. ناكل بالفوتي وناكل بالطلعه. بدي خلص الهمبرجر، لازم عبي الخزان الاحتياطي. يمكن الله كان لازم يخلقك جمال. يا الله قديش مهضومه. يلا تعال. رح جن حقي، جيمو مو مبين. مبارح رجع على البيت وش الصبح، واليوم فز وطلع بدون فطور. والله أنا سألت عنه، قال مرق اليوم على المصنع ويا دوب قعد 3 دقايق بس آخر شيء إلا ما يبين. ليك حقي
إذا بتريد، إذا شفت أوعك تفتح سيرة شي معه. سيرة شو بدي أفتح؟ شو مفكرتيني؟ خلص أنا رايحة. يلا أختي، أختي إذا عرفتي شي خبريني. ها، هذا اللي كان ناقصنا. دار هجيرو كي غم ربينو كي. خلينا نعيدها. شو هي شربة العصير؟ مسكت الإيد والهريبة. فكرت شي مرة قديش فينا نهرب؟ انكرشنا. مرحبا حقي. مرحبا ألف. من وقت ما رحتي ما حكينا. قالت لي زينو إنه أمك منيحة. ايه منيحة، شكراً كتير لإلك. انت كيفك؟ ماشي حالي بهالشغل. عم بسمع صوت كأنك برا؟ ايه والله. ايه يلا بلا ما عطلك لكان. ماشي، نحنا بكرة جايين بشوفك. تصبحي على خير. حقي زلمة غريب. كيف يعني؟ مع انه ايديه ملوته بالدم بس عنده شهامه. مره التقيت فيه بالليل. وين وكيف؟ من فتره بنص الليل بشوارع عرفة، وكان معه رفقاته. تجادلنا شوي وكان ممكن انه يقوصني بسهوله بس ما قوص. قلتك بتصير هالصلحه؟ ما بعرف. واذا ما صارت ساعتها لازم نقرر، يا منعيش بهالأرض بعد عن بعض مثل العشاء الهربانين، يا منروح لشي قرنة ومنعيش مع بعضنا. بكرة الصبح راجعين عقرفة مرة تانية عهديك الأرض المتوحشة. تقومي ترقصي؟ إلي سنين ما رقصت. وأنا كمان ماني بطل بالرقص. ما حد عم يرقص. بس نطلع بيجو. ماشي طيب. مرة أنا وصغير قرونا كتاب اسمه عطلة مدرسية. مجموعة أولاد طلعوا عطلة بالصيف، بتقوم بتغرق سفينتهم وبيلاقوا حالهم على جزيرة. يا ريت يصير معنا مثلهم. خيالاتك هاي بتعجبني كتير. نادينا ولا بوكيوس؟ بينم بن أدنى عشقلا ديشتران أدا هاترلاتم؟ Her şeyi unutturdun sen bana. Haksızlık bu. Seni seviyorum. Bu anı, bu geceyi, bu şehri. Şu anda her şeyi seviyorum. Bütün dünyayı seviyorum. Bütün dünyayı seninle seviyorum. Beni sakın bırakma. Çocuklar. Merve. Anne nerede kaldın? Çok merak ettik. Saat kaç oldu, haberin var mı? Canım çok affedersin, dalmışım. Ne
Neredesin? Bankadan arkadaşlarla beraberiz. Meral teyzeni hatırladın mı? Ya anneannem de merak etti seni. Kadıncağız uyku tutmadı. Tamam canım, hemen geliyorum. Sen İstanbul'u bizden fazla özlemişsin anlaşılan. Görene aşk olsun. Merveciğim tamam. Geliyorum dedim ya. Şu an ne hissetmem gerekiyor söyler misin? Sevgilisinin yatağından kızının telefonuyla fırlayan bir anne. Sakin ol. Sakin. Lütfen. Suç işlemedik. Yanlış ve kirli bir şey yaşamadık. Bu tertemiz bir şey. Adı Elif. Yani aşk. لوين عم يروح شمو؟ شو عم يعمل؟ والله رح جن. معقول ما عنده رفقات؟ كنا منحاكيهم. أكيد عنده بس ما منعرفهم. أنا بعرف واحد اسمه كرم، رفيق جيمو من أيام المدرسة. معك تليفونه؟ كان مكتوب هون. هات لشي. كرم دوري بالكاف. انتظر لخلص من أخوك جيمو. يجي دور عليك يا تافه على بحرف الكاف. هذا هو يا خانم، هون سهران. روح نادي جيمو قل له اني ناطرته ليجي بقدبه. على راسي. تعوا انتوا خليكن هون. فينا نحن كمان نعطيك شيك. هالميزة بس لجيمو آغا. عندك اعتراض؟ استغفر الله، ما هيك قصدي. لا بقى تتدخل والتهي بلعبك. آغا شو جابك لهون؟ الست الكبيرة ناطرتك. ماشي جاي. تيسر. آغا الآغا قال لك تيسر، شو ناطر؟ ما اجى معنا، قال لي روح اتيسر. بعد هيك لشوف. عمالكم شوفوا السايبه على مهلك. على مهلك. لا جيمو، ما عندنا مشكله مع حدا. ماما زينو؟ لما بنادي لك بتخلق خلقه جيمو. مو إذا بتكون إيدك بالقمار، إذا بتكون بالدم بتجي لعندي. قوم يلا. رجينا نفس الطيارة؟ أنا بدي أرجع عن طريق عنتا. بعد الظهر بتكون بأورفا. حاضرك. أنا بحبك يا ساندريلا. وأنا كمان بحبك كتير. وثقي فيني. غالي يا ما. قول شي شغلة لقلك الحق معك. معقول كل هالشي صار مشان غرفة وكرسي وطاولة؟ هدول هن اللي فرقوا بيناتنا؟ مو هذا السبب. انت لغيتني. اللي لازم تقلي اياه قلته للموظفين. قصدك اللي قلته لمدير الحسابات، ما هيك؟ ولا لاني قلعت امين الصندوق؟
طيب عندك فكرة ليش هيك ساوي؟ أكيد ما بتعرف لأنك ما عم تجي على الشغل. أنا عم دور عليك ليل ونهار وأنت ولا فارقة معك. رميت كل شي ورا ظهرك ورحت. مفكرني جاي دقدس ورا المصاري اللي عم تسحبها؟ جاوبني جيمو، مو هيك قصدك؟ إيه. طيب ليش ما بتسأل؟ خذ شوف الفواتير، سألني ليش طلبتها؟ هي ليكني رح قلك ليش طلبتها. معمولة مرتين، الثانية مزورة. أمين الصندوق سارقنا، مشان هيك قلعته لهالواطي. ليك اسمع، مو بنيتي اقطع مصروفك ولا عيني بحصتك. كيف بتفكر انه عمك ممكن يعمل هيك شغلة يا ولد؟ يلا يلا روح على البيت هلا، روح نام. ليك عيونك مثل مصاصين دماء تبع السينما. يلا يلا. يا ريت بقدر ضل أكتر. بتعرفي بكرة في عرس؟ حاكيني وقت بتوصلوا. بحاكيكي لا تقلقي، بأول فرصة بيجي لعندك. وعد خاطرك تيتي، خاطرك تيتي. انتبهي لحالك، لا تقلقي. بنشوفك تيتي. يلا باي باي. الحمد لله على السلامة ست أليف. الله يسلمك، شو أخبارك مهند؟ الحمد لله. مرحبا عمو. أهلين، كيفك يا حلوة؟ الحمد لله. حقي آغا بيسلم عليك وقال لا تواخذي. معلومك بكرة العرس، مشغول بالتحضيرات. مو مشكلة أبدا، يلا. تفضل حضرة الرقيب، روح نادي الأغا بسرعة. أمرا شو في كمان يا رقيب أول؟ اجينا ناخد بنتك يا رجا، الست زليخة. شو؟ إلي أنا؟ إي نعم إلك. السبب؟ الملازم أول علي عنده كام سؤال. الملازم أول تبعك زودها كتير. بس نحن عم نقوم بواجبنا. لا تحاولوا معي كتير، بعرف شو بدكن واللي بدكن ياه مو عندي. الملازم أول سأل عن كل شي وجاوبته على كل شي، شو لسه بده يسألني؟ تفضل امشي. تفضلي. إيدان أهلا وسهلا، كيف كانت سفرتكم؟ منيحة منيحة. أهلا وسهلا يا حبيبتي. كيف كانت سفرتكم؟ كيف اسطنبول؟ أهلا وسهلا. ماما زينو. أهلا وسهلا. كيفك؟ منيحة وانتي؟ منيحة. هوش قاعدينز تشوفكم. كيفك بابا؟ بكني göstereceğim sana. Ne göstereceğim? Gel gel. Oğlum, hadi gel bakayım. ياي. كيف؟ عجبك خالته قلي؟ في فساتين احلى منه بكتير. كتير حلو، كنت عم امزح معك. لك تقبري قلبي. رح تكوني فيه مثل الأميرة. سيد محظوظ كتير.
اي صحيح تذكرت. خدي. يا الله شو ناعم. شو عجبك؟ يسلموا احلى هدية بتجيني. قلت بعطيك اياه هلا، بكره بستحي لبسك اياه قدام العالم. اذا ليكي شو رايك تضبي هالفستان؟ بكره يمكن يلزم لشي حدا. شايفه في حدا فسدت اخلاقه ولا انا هيك حاسه؟ ليش ماما شو حكيت؟ نعمل لك احسن منها، يعني ليش مستعجله؟ تعي لعندي يا حبيبه امك، والله كبرتي. اليوم اللي جينا فيه لعندكم لما فتشنا غرفه عكاش في شيء ما قلتي لنا اياه. ما فهمت مثل شو؟ يعني شي استحيتي تحكيه قدام ابوكي؟ لا، اذا كان بابا او ما كان ما بتفرق، ما عندي شي لخبيه. شوفي يا زليخه، عكاش بيوم ما قتل كمال كان موقع الجريمه وساعه قريبه لساعه وقوعها، وكان معه وحده ست، وحده صبيه وحلوه وما بنعرفها لسه مين هي. اللي لاقت الصوره سائح الماني وما له علاقه فيكم لا من بعيد ولا من قريب، واكد هالشي. ولما اجينا عبيتكم لنفتش لقينا بغرفه عكاش كفوفك وصورتك انت وياه. شو ما قلتي قولي، بمجتمع مثل هالمجتمع اللي عايشين فيه صوره رجال مع مره شغله ما انا مرقه ابدا. لما بناخذ كل هذا بعين الاعتبار بنلاحظ انه كل هالامور ما انا صدفه وما انا من صنع القدر. فهمتي؟ الحق معك والله، كل هالشي بكفي لتعتقلني وحتى كمان لتساويني قاتله. ما قلت هيك شي. وانا قلت اللي بدي اقوله، يا احبسني يا اتركني. ليش مستعجله شي؟ اهلا وسهلا مراد بيك. اهلين فيك، كيف كانت سفرتك؟ منيحه، وصلي على كاسه شاي. يا تكرم عينك. الو نعم. اخذوا زلوخ يا مراد. بابا اخذوا زليخه. بابا ما فهمت، مين يلي اخذها؟ اخذوها الدرك، اجوا من شوي واخذوها. شو هالحكي؟ انت رحت، اختك راحت، الكل راحوا، ما بقي حدا. ابوك حالته صعبة كتير، ابوك صار وحيد، اعمل شي. اذا انت ابني اعمل شي. مالي علاقة بجريمة قتل كمال. بيوم الجريمة شفتي العكاشي؟ ايه شفته. وين؟ بالمشغل. مشغل شو؟ مشغل الحياكة تبعنا. طيب لاحظتي شي غريب على العكاش؟ ما بعرف، كأنه كان معصب. وبعدين؟ طلع وراح. لوين؟ قال لي عنده شغل، ما حكى. في مشكلة بالذاكرة عندك ست زليخة؟ لا. متأكدة؟ ليش عم تسأل؟ بالعادة بسأل اللي بيعطوني إفادات متناقضة. بإفادتك الأولى هيك قلتي. سؤال، وين كنت يوم الجريمة؟ بالمزرعة عم بهتم بحصاني. سؤال، مين كان معك؟ سايس ومرق الطبيب البيطري وراح وتجولت أحصاني. سؤال، طول اليوم اهتميتي بحصانك؟ لا، بعدين رجعت على البيت. مثل ما شفتي عبارة مشغل الحياكي ما انذكرت بإفادتك، وبإفادة عكاش مو موجودة. مو مشكلة، ممكن يكون نسيت. وعكاش نسي انه مرق على المشغل؟ شو بيعرفني؟ شخصين مأخوذة إفادتكم كل واحد لحاله، ما بينسوا نفس الشغلة. وهذا شو بيعني؟ انه الموضوع مو موضوع نسيان، وإذا حبيتي أقولها بوضوح أنتوا كذبتوا. لا، على كل حال عكاش مبين ومشكوك فيه، الحل الوحيد انه نحمله كل الشكوك والشبهات تبع الجريمة. ما هيك يا ست زليخة؟ مرحبا حقي. ارتاح ارتاح، فستان العرس كتير حلو. وانتي جايبتي لها خاتم كتير حلو. لا ما في شي محرز، هدية العرس، انا بمقام خالتها. خالت شو؟ ما انتي شوي تاني بتصيري امها. وهي الك. الي انا؟ يسلموا. تكرم عينك،
يعني كان بيودي يشوف لك شي هدية لعرسك، بس لما شفت العروس مو مبينة. لا مبينة، يا ريتك شفتي شي هدية للعرس. في شي ما بعرفه. أنا كمان كان لازم جيب لك واحدة. شو بدك تجيب لي؟ هدية عرس. لمين؟ إلك. ما فهمت حقي، أنا شو إلي علاقة بهدية العرس؟ فهميها ألف بقى، فهميها. شو عم بتقول حقي؟ شو بدي أفهم؟ عم قول عرسنا ألف، عرسنا، عرسنا نحن، عرسنا تنيناتنا. تنيناتنا؟ إيه تنيناتنا. لا تخافي، لا تخافي ألف، أنا ماني سيء. حقي؟ روح من قدامي. أعرفنا بتقول لما يموت الأخ مرته بتنتقل لأخوه الأحسن. أنت من حقي ألف. أنا ماني من حق حدا أبداً، وأعرافك حدا جهنم. ترك. أنا ما خلصت كلامي، عدي لنكمله. لك ترك مرينا. لك أنا مرت أخوك، أنا مرت أخوك يعني عرضك. كيف فيك تفكر مثل هالتفكير هاد؟ كيف؟ وأنا يلي مفتكرتك رجال. شو هالرجولي هاي؟ شو هالرجولي؟ كنت مغشوشة فيك فعلاً. ماما ماما حبيبتي شو في؟ البسوا بدنا نروح. خالي ألف، خالته ألف وعرسي. أنا كتير آسفة، بس ما عاد فيني يبقى هون أكتر. ماما طيب فهمينا شو في؟ لا تسألوني أي شي، لا بقى تسألوني. عمالكن بدنا نروح، يعني هلأ تركين هالمحل، تركينه. ألف طلعوا لبرا، طلعوا. تركوني لحالي مع أمكن. يلا توقعنا اخيرا رح نرتاح من هالجهنم. ليكو مروه مجد، لا تروحوا، لا تروحوا، اكيد في غلط. لكان ما في، طبعا في، من الاول كمان. اكيد شي سوء تفاهم. الغلط انه نحن جينا لهون. كل شي بيتصلح. مبين انه ما في شي رح يتصلح. شو هاد؟ انا بحياتي كلها ما شفت هيك شي، والله شي بيجنن. لك عقلي ما عاد اتحمل. كنت بتعرفي نية حقي ماما زينو؟ ها؟ كنت بتعرفي انه حقي بده يتزوجني؟ كان معي خبر. كيف كان معك خبر وما اجيتي قلتيلي؟ حقي ما كان قصده يطعم بشرفك. واللي عمله شو؟ العرف. حقي عمل اللي بيشوفه مزبوط، مثل ما بيقله العرف اشتغل. أنا بحياتي ما رح أفهم هالأعراف. قلت له، والله قلت له لحقي، قلت له لهالأبو مخسنيك، عرفنا قلنا وبس، ما بيمشي على ألف. بس ما سمع مني. شو ما عمل يعمل، أنا ما عاد يهمني. ألف بس دقيقة، تعي قعد. خلص ماما زينو، أنا بدي روح. فربني قربتي.